السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيكون عن ازاي نعمل فيديوهات مقترحة في اي فيديو عندنا على اليوتيوب، او اللي هي بنسميها علامة التعجب. طب يعني ايه للناس اللي ما تعرفهاش؟ يعني مثلا لما بنسمع اي يوتيوبر لو مثلا فاتنا فيديو او حاجة، فيقول لك ايه في علامة تعجب هتظهر، اضغط عليها توديك للفيديو اللي فات. ادي علامة تعجب اللي هو شريط ابيض كده بيظهر لنا فوق في الفيديو. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نعرف ازاي. زي ما تعودين هنفتح القناة بتاعتنا من على جوجل كروم، هتظهر لنا الصفحة دي، هنضغط على مدير الفيديو عشان نجيب الفيديوهات اللي عندنا. كده كل الفيديوهات بتاعتنا ظهرت زي ما احنا شايفين. هنيجي عند اي فيديو احنا عايزين نحط له فيديو مقترح او اللي هي علامة التعجب. نيجي مثلا عند اخر فيديو انا عاملاه، هندوس على تعديل، خلينا صفحة بالشكل ده. هنيجي فوق عند كلمة البطاقات ونضغط عليها، هيجيلنا الفيديو شغال عادي، وهيجي جنبه هنا كلمة إضافة بطاقة، هندوس عليها. هيجيلنا 3 اختيارات متاحين عندنا، ان احنا نحط فيديو او قائمة تشغيل اللي هتظهر فوق في الشريط الابيض ده، او قناة، او استطلاع رأي. فاحنا هنختار لو عايزين اللي احنا عاوزينه بقى، فانا هختار مثلا فيديو وهضغط على جنبها كلمة انشاء، واختار اي فيديو من دول وهعمل انشاء بطاقة. وبعد ما تخلص تحميل خلاص المفروض كده بيكون المربع ده ظهر. هنرجع بقى نفتح الفيديو، هنلاقي المربع ده ظهر مكان ما الفيديو، لحد ما الفيديو اشتغل وحطينا الفيديو التاني. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويتقابل في فيديو جديد. والسلام.